النهاردة عندنا ضيفة عزيزة جدا، سفيرة مصرية وإعلامية قديرة جدا، من الوجوه الإعلامية المميزة اللي ارتبطنا بيها من وقت ظهورها على شاشة ماسبيرو. ليها طلة مختلفة، أسلوب كده يعني السهل البسيط زي ما بيقولوا. هي شديدة الهدوء والبساطة، شديدة الرقي، مثقفة جدا، أول ما تشوفوها تخش القلب حتى من غير ما تتكلم. قدمت برامج مختلفة منها الفنية والاجتماعية والمسابقات وكمان حاجات سياسية، لغاية ما تولت رئاسة التلفزيون المصري، وده كان في عام 2005. على المستوى الشخصي يعني ليها معزة وتقدير وحب، وأقدر أقول إيه، يعني أنا من الناس اللي ممنونة ليها، لأن تتلمست على إيديها وتعلمت منها كتير جدا، وكانت من الشخصيات الحقيقة اللي دعمتني في مسيرتي الإعلامية في ماسبيرو بشكل كبير، وكانت مثل ومثال. هي الإعلامية العزيزة والقديرة سوزان حسن. حياتك منوره بيت سفير عزيزه اهلا النهارده. بيك يا حبيبتي، اهلا، وحشتيني. وحضرتك اكتر. وانتوا بناتي، بناتي فعلا يعني في التلفزيون. لا احنا اخوات حضرتك الصغيرين. ماشي، موافقه. حياتك منوره بيت سفير عزيزه النهارده، وسعيده ويعني محظوظه ان انا مع حضرتك النهارده بجد. وزي ما قلت يمكن في البدايه، انا ممنونه، حضرتك من الشخصيات اللي انا اتعلمت منها، واقدر اقول تتلمست على ايديها، وكنت دايما حبيب. بالنسبه لي مثال من الشخصيات الواحد يتعلم منها البساطه، اسلوب الحديث، طريقه طرح الاسئله، التعامل مع كل شيء له يمت بصله بالاعلام. بما احنا بنتكلم على الاعلام بقى، حياتك ما دخلتيش كليه الاعلام، حياتك كنت تجاره. لا انا مش صح، ما كانتش لسه، كانت لسه كليه الاعلام ما كانتش ابتدت. والله اوكي. ولكن اصلا كنت عايزه تبقي طبيبه؟ كان نفسي ابقى كان نفسك طبيبه، وحاولت واخده بالك، لكن طلع ان لقيت ان لازم اروح كليه الازهر، فقلت لا هروح اشوف التجاره، ورحت التجاره، اتبسطت جدا تجاره القاهره. جدا جدا جدا، وحبيت اداره الاعمال. فاكتشفت بقى ان انا ممكن ادير، يعني ادير حاجات يعني. ما قلتيش مثلا يا ريتني كنت دخلت كليه الطب وبقيت وحققت حلمي اني اكون طبيبه؟ لا، ما هو اللي حصل ايه، انا كان بتوع الازهر قالوا لي بعد سنه، بعد شهرين لو عايزه تيجي يعني. انا حبيت التجاره خلاص. والمهم ان القوى العامله، وانا لما اتخرجت تجاره جيد جدا، ودوني على التلفزيون هم لوحدهم كده. بس يعني كانت وظيفه اداريه صح في البدايه؟ طبعا اداريه، بس مش هتصدقي برضو، هو سبحان الله 3 شهور 4 شهور امتحان مذيعات على طول. يعني كان كله صدفه ورا بعض ورا بعض، وحياتك ما كنتيش مخططه لده. لا، في حاجه كمان اضحكك. وزير الاعلام، انا اتخرجت اصلا في 73. كان وقتها ابن عمتي وزير الاعلام. Yeah. ومش راضي. مش معقول. مش راضي اني اروح التلفزيون. بس فخلاص قلت بلاش بلاش خلاص مش مهم. بس حصلت بقى بعد كده الحكايه، فتحسي زي ما يكون ربنا عايزني ابقى كده يعني. صحيح طبعا. احنا عايزين نعرف بقى يعني الحكايه دي حصلت ازاي، واللجنه الاعلاميه اللي امتحنت حضرتك اعتقد في وقتها كانوا يعني فطاحل بقى الاعلام، وكان طبعا اساتذه طبعا. انا انيس منصور وعلي الراعي، وطبعا همت مصطفى. همت مصطفى وهمت مصطفى طبعا، واكثر من حد يعني. فكانوا يعني حقيقي كانوا شخصيات رائعه، وبيحنوا علينا جدا جدا. ولازم عايزين يعرفوا يشوفوا الصوت شكله ايه، الاداء شكله ايه. بس فدي كانت، ما احنا بقى التفاصيل دي كلها عايزين نعرفها باستفاضه اكتر. بس هنطلع فاصل قصير ونرجع مره تانية مع حضراتكم في بيت السفير عزيزه، وسفيرتنا العزيزه النهارده الاعلاميه القديره سوزان حسن. Thank you.
نلتقي مع حضراتكم مع كل النجوم والشخصيات وذكرياتهم في رمضان. مطرب الشباب الفنان عمرو دياب، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة والأمة العربية في خير. الموسيقار الفنان الأستاذ محمد الموجي، رفيق مشوار الفن والصداقة للفنان عبد الحليم حافظ. أهلا بيك الفندم. أهلا وسهلا. نقول أكيد الفنان سمير غانم نجم من نجوم رمضان، فلازم يكون عنده ذكريات كتير قوي. فنانة سهير رمزي، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة والمستمعين والمشاهدين طيبين. أنا فاكر طبعا لما كنت طفل كانوا بيجيبوا لي فانوس وبنزل ألعب كورة في رمضان. فنان محمد ثروت وجائزة أوسكار الشرق الأوسط، ألف مبروك أحسن مطرب، وأيضا استفتاء جريدة الجمهورية. عالمية قديرة وسفيرة مصرية عزيزة جدا، منورانا النهاردة ببيت السفيرة عزيزة العالمية الكبيرة والعزيزة سوزان حسن. واحنا بنتفرج مع حضرتك دلوقتي على البرومو ده، أكتر يعني صورة استرجعتي فيها ذكريات معينة كانت أنهي واحدة دلوقتي في ده؟ مش هتصدقي يعني ان انا لسه بعتلكوا انه يعني ان انا مثلا صورتي وانا طفله، واخده بالك شكلي بالظبط زي انا، يعني واخده بالك حياتك ما اتغيرتيش؟ لا لا ولا حتى صوتك اتغير ولا شكلك ولا قصه شعرك؟ لا ولا كلاسيكي. انا قصه الشعر دي مهمه جدا عندي، انا بحب الشعر القصير. دي صوره حياتك وانت صغيره، كان عندك قد ايه هنا؟ هنا كان حوالي 5 سنين او 4 سنين 5 سنين، ومايسترو بقى يعني بقى. شكلك زي العروسة بالظبط. 1 يناير 76. 1 يناير 76. اعتقد التاريخ طبعا ده محفور في قلبك وفي ذهنك وفي تاريخك. مفيش كلام. وبالمصادفة ان انا فعلا ابتديت 1 6 76. وطبعا دي كان اول ظهور لحياتك على الشاشه. بقدم فن الباليه لمنى جبر، وجمله مش اكتر من جمله يعني بس. ومين بقى اللي راحت واخداني؟ اماني ناشد الله يرحمها. طلبتني في، كان في كاميرا 9، فجابتني طلبتني. فقلت لها والله يعني بتقول لي هي يا سوزان قلتي بتعملي ايه وقلتي ايه؟ قلت لها انا قلت ايه؟ انا ما كنتش سامعه حاجه خالص، انا بتكلم بس مش سامعه، انا قلبي هو اللي بيدق مش معقول. فقالت لي ليه للدرجه دي؟ والخوف والتوتر. طبعا اول مره بقى. طبعا طبعا. استعديتي حياتك لليوم ده ازاي؟ يعني اول طله دي بتبقى ليها استعدادات نفسية طبعا. طبعا فعلا فعلا يعني، بس زي ما بتقولي اهي الحمد لله بتحصل وبسرعة، وكفاية انها كانت نص دقيقة مثلا، دقيقة واحدة. فلكن بعد كده خلاص بتستوعبي وبتثقي بقى في نفسك وانك تتكلمي علشان الناس يعني تعرف بقى ان دي انت مين يعني. ما هو لان كلمه واحده مش هيعرفوا دي مين يعني. صحيح صحيح. بس لكن الحقيقه كانوا بيحضنونا حضن كبير. مين كبير. كان دفعه حضرتك يا استاذه سوزان؟ دفعتي، الدفعه بتاعتنا يا ستي، كان معانا ساميه الاتربي. الله يرحمها. ساميه الاتربي بس كانت اكبر مننا، كانت جايه لنا من وزاره الثقافه. لكن احنا كشابات صغيرين كده وجايين، كنا انا ونادية حليم وفاطمه الكسباني ومنى حاجه ايه للاطفال، بس مش عارفه ليه اسمها طار مني. وكان معانا اتنين شباب، فاروق سليمان وحد تاني معاذ، حد اسمه حاجه معاذ. ويعني ما كانش الحجم ما كانش كبير قوي الحقيقه، لكن في بقى بعدنا على طول كانوا الحكايه بقت بتكبر يعني.
البرامج بتبتدي بتزيد والقنوات بتزيد فطبعا الحكاية بتبقى. بس أنا المشكلة كلها أن أنا زي ما بقولك بالكتير ما قعدتش أكتر من 6 شهور أو 7 شهور. بعدين اتجوزتي؟ 5 سنين صح؟ لا أنا كنت متجوزة وقتها. كنت متجوزة طبعا. أوكي. بس حياتك كان في فترة حياتك رحت يعني عشت فيها في انجلترا؟ انجلترا 5 سنين. هي دي المرحلة دي. جوزي سبقني. يعني أنا اللي حصل أن أنا بعد ما اتجوزنا هو طلع وبعد كده كان لسه انا قاعده بقى ان انا اروح له. فبس فجت حكايه التلفزيون. هو ما كانش عارف حتى يعني ما عرفش. وقعدتي بقى قعدتي في انجلترا 5 سنين. 5 سنين وبعدين وكنت في الدوري. انت كنت بتعملي اجازه لما اقول لك كده. اقول لك ال5 سنين دول انا كنت في منتهى السعاده والفخر بتلفزيوننا زي البي بي سي بالظبط زي ما احنا زي ما هو بالظبط. يعني كنت في منتهى السعاده انه نفس الحاجه ما تصدقيش يعني كل البرامج وهي برضو قناه اولى وقناه ثانيه. قناه اولى كلها برامج وقناه ثانيه ثقافه وعلوم وفنون منوعات صحيح وفنون. يعني فطبعا لا يعني ما اقول فطبعا بس طبعا انا بصيت وشفت وكده لكن في الاخر كان لازم اهتم بالولد والبنت طبعا طبعا رغده وكريم. طبعا زوج حضرتك يعني الله يرحمه اكيد هو لعب دور كبير كمان في دعمك ومساندتك. هو لما رجعتوا بقى بعد كده بعد ال5 سنين دول كان داعم. هو داعم كبير طول عمره من سواء في انجلترا سواء في مصر الحقيقه يعني. وكان وهو ابن عمتي يعني فلا ما اقولكيش يعني كنا تمام يعني في اننا بنقدر نساعد بعض. دي اهم حاجه. ولما رجعنا حتى من انجلترا ما تتصوريش حتى ورغده وكريم كلنا كده نبقى قاعدين مع بعض ومش شرط تكون في دادة في البيت ولا اي حاجه. احنا اللي بنعمل. احنا اللي بنحضر اكل. احنا اللي كده لان خدنا الحكايه دي من انجلترا طبعا طبعا. بالظبط كده. طب لما حياتك رجعتي بقى من انجلترا كان اول برنامج تعمليه كان انهي برنامج؟ لقاء الاجيال. ده برنامج كان جميل. برنامج حلو قوي. جميل. انا كنت سعيده بيه قوي لانه انت بتاخدي 3 اجيال مختلفه. الجيل الكبير والجيل الوسط والجيل الشباب. وكان متنوع جدا جدا. وكان بتعمله الأستاذة عيشة البحراوي من قبل أنا ماجي بقى يعني. فبس فالبرنامج طبعا حلو قوي وبيبين وبيوضح إزاي إنه أنا كنت بحس الشباب طالع. فكنت ببقى مبسوطة قوي بحبهم يعني. بحبهم لأنهم شاطرين يعني. مين الشخصيات اللي أثرت في حضرتك من خلال برنامج لقاء الأجيال؟ شخصيات كتير جدا جدا. تفتكري منهم مين؟ كان منهم طبعا وزير الإعلام. كان من الضيوف يعني. وزير الإعلام. وكان عندنا برضو عندنا كان حد من عندنا من التلفزيون مخرج وقتها. كان مين وزير الإعلام؟ صفوت شريف. وقتها. صفوت شريف. ما كان في كان ده في يعني في الـ في الـ في ايه مش في في اوائل مكان موجود يعني. فكان في شخصيات ثقافيه اعتقد كمان كل ما تلاقي بصي بقى شوفي اطباء محامين فنانين اعلاميين كده يعني. في كده لازم تشوفي بس نشوف انا عايزه اشوف الخط كله من بدايته لاخره يعني. في الحاجات كلها يعني. فطبعا لقاء الاجيال كان مستمر جدا. وممكن يكون في حاجات بتتكرر فيه او احنا بنضطر يعني نشوفه تاني لانه برضو في تغيير بيحصل. فبس ده كان بالنسبه لي ده كان كويس قوي. بعد كده بقى انا انتشرت بقى في حاجات كتير وسهرات وبرامج جميلة جدا وحفلات التلفزيون طبعا طبعا يعني. فكان لا كان فيه نشاط جامد. يمكن حاجة من الحاجات اللي بتميز مذيعات ماسبيرو هي قط المذيعات. مفيش كلام. مذيعة الربط دي ودورها وبعد كده بعد ما نقول الكلمتين عشان نربط ما بين البرامج او بنقدم فيلم او مسلسل او كده ونرجع بعد كده كلنا نتجمع في قط المذيعات
ونبقى واكلين وشاربين اجمل وقت كان. على فكره كان عن اجمل وقت ذكريات حضرتك في اوضه المذيعات. انا بحبه جدا، كنت بحبها جدا الحكايه دي. ليه؟ خاصه للي اصغر مننا، اللي اكبر مننا احنا عارفين يعني، او اللي قدنا احنا زي بعض وعارفين، لكن كنا بنحب قوي نحتوي الصغيرين اللي جم. وانا ما اعرفش، انا دايما كنت دايما اقول لهم يعني لا اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا للجايين الصغيرين يعني. فطبعا كانت متعه الحقيقه، متعه. تعالي حياتك نفكر برضو الساده المشاهدين او بقى المشاهدات والسفرات الصغيرين اللي هم ما حضروش الفتره دي، لان مذيعه الرفض دي اندثرت بقى لنا سنين وسنين. فهي كانت شفتات، كنا من الساعه 9 الصبح اعتقد لغايه الساعه 3، وبعدين من 3 ل 9. بس انا عايزه اقول لك بعد كده الحقيقه فعلا الحكايه طولت شويه، طولت. لاحظنا كده انه عمالين يطولوا في، لان كان في ده ايه، انت بتعملي الفتره الاولى بتقولي هتحصل ايه، وبرده اللي بعد الظهر او هتتعمل ازاي. صح. في بقى ناس ابتدوا بعدنا بكتير بيطولوا الحكايه، فقالوا لهم لا بس كفايه بقى، كفايه. وابتدت بقى الحاجات تتكتب. صح. تتكتب احسن بدل ما حد يقعد يحكي ويحكي ويحكي كده يعني. اجواء التلفزيون ايه يا استاذه سوزان؟ يعني طبعا انا عشان برضو يعني عشت وعصرت الفتره دي، فبتتكون صداقات وبتتكون يعني زمالات جميله وعلاقات بتبقى اسريه يعني. احنا بنحس ان احنا عيله يعني في التلفزيون. فعلا بنبقى عيله، واخده بالك؟ وخاصه في رمضان ونفطر سوا وناكل سوا يعني. لا التلفزيون مش عارفه اقول ايه، بيت الاسره المصريه يعني. طبعاً كان هو اللي بيلم الاسره المصريه، وما زال هو اللي بيلعب الدور ده. بالزبط. وخاصه زي ما حضرتك قلتي في شهر رمضان. طبعا احنا كنا عندنا دي بتبقى قصه كبيره قوي عشان نختار المسلسلات طبعا، ونختار ال انواع المسلسلات دي. انت عارفه ده كان حاجه جباره جدا بقى. ولازم يبقى تنوع، تنوع كبير. تشوفي مثلا حاجة زي نيلي، شريهان، الفوازير، سمير غانم طبعاً. كل دول، شوفي كل دول كانوا طبعاً. دي كانت بهجة رمضان. صحيح. في حاجات كده ده لكل الأجيال يعني، كل الأجيال. صحيح. وما زالت يعني دول كلاسيكيات دلوقتي. أيوة. طبعاً. طب بما احنا بنتكلم على رمضان، حياتك هي برنامج مهم جداً، ذكريات رمضان. انا كان عندي برنامج اسمه ذكريات رمضان، فعلا كان لطيف جدا، وكنا حتى بنتناوله. انا كنت بعمل شويه، وسهير شلبي تعمل شويه، ونروح بقى نزور للفنانين، واخده بالك؟ في ليالي رمضان بيبقوا فرحانين جدا طبعا، واحنا بنبقى مبسوطين بيهم، لاننا احنا بنحس ان دول الجواهر. ايوه طبعا. اللي نحطهم على الشاشه وكده. طب ايه رايحتك ان كده نفكرك ونمتع الساده المشاهدين بجزء منه؟ اوكي يلا بينا. اوكي يا يعني نخبه من النجوم والنجمات ويعني رائع. واضح. اكتر لا لا لا. اكتر حلقه كنت بتحبيها يعني من الحلقات اللي عملتيها في ذكريات رمضان كانت ايه؟ كلهم من اولهم لاخرهم بصراحه يعني، لانه بي 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 بيستمتعوا، واحنا كمان بنستمتع. والجمهور هو المهم، الجمهور واخد بالك، يحبوا جدا النجوم دول، وخصوصا في رمضان، لانهم برضو بيتكلموا على المسلسلات بتبقى شغاله، واحنا على بنروح على طول في كل يوم خارجين نعمل الكلام ده. فكان حاجه طبعا حاجه جميله يعني. عايزه اقول لك حاجه، اللي احنا بنشوفه ده مش موجود خالص على الشاشات. يعني فاهمه قصدي؟ يعني حتى في رمضان ما بحسش قوي برامج
محادثات اكتر المسلسلات طغت على كل حاجه، الدراما بتبقى دي زياده. ولكن يمكن احنا برضو بنحاول، احنا من خلال برنامج السفير عزيزه والبرامج التانيه بنحاول دايما ان احنا نعمل كواليس الاستعدادات والتحضيرات للمسلسلات. وعاده بنركز كمان ان الجزئيه دي يمكن يعني يتم عرضها بعد رمضان مع استضافة بقى النجوم والنجمات. وانا كنت بعمل فزورة مرة فاكرة، كاريكاتير كاريكاتير طبعا 5 دقايق كده كل يوم كنت اعملها، كنت كده بقى بعد الاستاذة امال فهمي لما كانت هي بقى مشهورة جدا بالفوازير. أيوة. في الإذاعة طبعا بنعمل، كان عندنا بقى كاريكاتير ده كان حلو قوي برضو. لا احنا كان في تنوع. طب تنوع كبير انا بفتقده لان شايفه التنوع كان عندنا في التلفزيون كتير قوي كتير. يعني انا ما انا بقول لك الدراما بتبقى ماليه الدنيا في رمضان. ده صحيح. حياتك كمذيعه كنت بتستعدي ازاي؟ يعني كنت لضيف هتقابليه، لحلقه هتقدميها، شكلا وموضوعا؟ والله بصي شوفي انا كلهم حبايبي، ما هو شوفي بصي شريهان وفردوسه، يعني احنا كنا زي عيله كلنا. بالذات النجوم اللي هم دايما ضيوف عندنا وخصوصا الكتاب كمان. يعني صلاح منتصر مثلا ولا مين بقى الجميل بتاعي اللي بموت فيه واللي بحبه؟ نجيب محفوظ. احنا عندنا على فكره جزء من اللقاء. طب نتفرج؟ لسه؟ طيب ده طب هيعجبك. احنا هنشوفه دلوقتي. بس حضرتك احكي لنا يعني كواليس الاستعداد له ايه؟ ساعتين ثلاثه بس مجموعه نجوم كبيره. وهو الحقيقه يعني تسعدي لما تقعدي تسمعي وتشوفي اجمل حاجات. والله نوبل يا ستي. طبعا نوبل. طبعا وكم التواضع والبساطه. أيوة. ويعني بالزبط. والتحضر والرقي. طبعا. طب تعالي نفتكر سوا. قوي جدا. يلا بينا جداً. نشوف كده بقى لقاء الاستاذه حسام حسن مع جداً. يعني نجيب محفوظ. بالنسبة للقصص السينمائية اللي حضرتك كتبتها والسيناريوهات في الأفلام في الفترة الماضية كان دايما بيكون في حل، فإيه الفرق؟ إيه الفرق بين السيناريو والقصة في الفيلم وبين الرواية؟ حل بيبقى في الحاجات الجماهيرية دي، في حل حقيقي مقتبس من الحلول اللي بتقدم المشكلة من أصحاب الفكر والحل، ما فيش جديد. يعني انت تسمعي مثلا تقولي الرواية دي اشتراكية، قدمت حل اشتراكي، هو المؤلف ألف الاشتراكية او هو اللي بشر بيها؟ لا، بالكتير بيقتبسها فليكن. دي بيريحوا بيها الجمهور لان الجمهور ما عندوش وقت بتاع الكتاب، بيقرأ الكتاب وعنده وقت يفكر فيه. اللي بيشوف فيلم ما عندوش وقت يفكر فيه بعد ما يطلع من السينما، فعاوز ياخدها بقدر الامكان كاملة. الأديب العالمي نجيب محفوظ. أعتقد اللقاء ده من أمتع اللقاءات اللي حياتك عملتيها. رائع. وبيتردد على طول على فكرة في ماسبيرو زمان، بيحطوا الحاجات دي الحقيقة كويس. وأنا نفسي جدا أروح ماسبيرو زمان دلوقتي، عايزة أغيره. تصوري بقى، عايزة أقلبه لأنه في حاجات تحفة، في كنوز ما بيجيش. ده صحيح. ما بيجيش. فنفسي أنا دلوقتي، بصي أنا بناتي كبروا، حفيداتي قصدي كبروا، فانا فعلا عايزه اروح اعمل ماسبيرو زمان. عندهم اجددوا. عندهم قد ايه حفيدات حضرتك؟ 8 سنين ونص. ما شاء الله. كنزي انازلي وكنزي. ما شاء الله. عندهم استعداد. حفيدات 2 بنات توأم. ايدنتيكال زي بعض بالظبط. لا 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 لا, لا. ما شاء الله. واحده حاجه. عندهم استعداد برضو اعلامي كده. لا لا، بيتبسطوا قوي اول ما يلاقوا ننا بقى وكده، والحاجات دي بيحبوها قوي. بس هم بقوا برضو الاجيال الجديده خطيره. اصل التكنولوجيا بالنسبه لهم هو اللي طاغي. طبعا خطيره طبعًا. يعني شوفي بقى كانوا بايه، احنا ما كنا زمان ما كناش بنبتدي نتكلم ونعمل اي حاجه الا ما نكون عندنا 5 سنين 6 سنين. جات لنا مره ست من بولندا وبتقول انه الاطفال لازم يبتدوا من 0 ل6 سنين يبتدوا يقدروا يعملوا كل حاجه. يقول لك لو ترميه في الميه هيعوم. ده البيبي. احنا كنا بعد دايما
بيبتدوا يلعبوا بينا كأطفال إحنا، وبعدين بتبتدي بقى 5 سنين 6 سنين نتعلم بقى، ده بقى متأخر قوي الكلام ده. لما تشوفي بقى أنا حفيداتي الاثنين من وهم عندهم 1.5 سنة الموبايلات شغالة، صح، وعمالين طول الوقت طول الوقت، واكتيفيتيز وخروج ورياضة وسباحة وبيانو دنيا مختلفة طبعا. لا ورتم الحياة أسرع كمان كتير كتير، دنيا مختلفة طبعا يعني. طبعا حلو التقدم برضه. بالتأكيد بالتأكيد. أنا عايزة انتهز الفرصة دي، يعني دايما لو احنا كمذيعات بيكون في عندنا كده موقف ما بيبقى دايما محفور في دماغنا واحنا على الهوا، اللي هو فجأة حضرتك على الهوا ولازم تملي الهوا زي ما بيقولوا، يعني ما تبقيش مستعدة ولا كاتب أي حاجة. أيوة. ولكن بقى ذاكرتك وذكائك وثقافتك، امتى الموقف ده حصل مع حضرتك؟ الحقيقة عمره بعمره ما حصلش. لا يعني عارفة في القدرة، بس برضو خلي بالك احنا كنا برامجنا ما كانتش بتبقى طويلة قوي، واخد بالك اذا كانت حاجات صغيرة كده، لكن ما اقدرش اقول ابدا ان في حاجة انا زنقتني او كده، لا الحقيقة. لكن شفنا مثلا لقاء لحضرتك مع الفنان الكبير والقدير طبعا الله يرحمه سمير غانم، لا سمير غانم سكر. ودمه خفيف جدا بقى، واي طبعا ويقلب اي حاجه كوميدي. لا وهو جاب لي وقتها الحقيقه، بس يمكن الحكايه ما كملتش، جاب لي البنتوتين يجننوا وقعدوا يغنوا. ده كان من برامج ذكريات رمضان. أيوة. مع سمير غانم. وكانوا جم الاثنين، ولو تشوفي بقى جمالهم دنيا صغيرين. دنيا عماله شقيه شقاوه كانت. طب تعالي نشوف جزء منه برضو كده ونستمتع بيه مع الساده المشاهدين. ده جميل جدا. يلا بينا نشوف. يا ريت يكون موجود لانه كانوا حلوين. بالنسبه للفتره الاولى بعد كده ظهرت شخصيه فطوطه، تحكي لنا عنها بقى. هو الاستاذ عبد الرحمن شوقي لما كتب النص كان كاتب على اساس ايه؟ في فكره ابن بطوطه اللي هو الرحاله. فقال لك فطوطه ده هو اللي بياخد سموره وبيلففه العالم. فحتى لما بدات الشخصيه وسماها برضو رسينا على اسم فطوطه، جاء الاستاذ عبد الرحمن استوحى اللبس من، لو تذكر حضرتك، المتزوجون. يمكن انس مشهور شويه بالكاركترات يعني لبس الغريب الجزمه الكبيره حاجات فهو استوحى دي من فكره لما لبست انا في المتزوجون البدله الواسعه، وبعدين لبست البدله ده، فقال لي ليه ما تبقاش كده ورسينا على اللون الاخضر، وكلنا حبينا هذه الشخصيه. يعني فطوطه والنجم القدير سمير غانم من الفنانين اللي امتعونا وما زالوا يعني، هو رحل ولكن خالد باعماله وذكرياتنا الجميله معاه. تصوري ازاي مفيش حاجه اسمها فزوره حتى لحد دلوقتي في كل القنوات اللي موجوده دي. لا بحس على فكره السنه دي، النهارده السنه دي ان شاء الله هيكون عندنا فوزير الف ليله وليله. لا هنستعيد تاني الف ليله وليله الفانتازيا بقى ان شاء الله. يا سلام. عندنا موسم درامي غني وثري الحقيقه، الشركه المتحده عاملين مجهود جبار. الدراما اصلها طاغيه تنوع طاغيه جدا جدا جدا، ومش مفروض انها تطغي بالشكل ده يعني هو اللي يميزها التنوع. بس بالزبط. انا لازم اسال حياتك سؤال، حياتك كنت دايما حريصه انك من المذيعات اللي الميك اب هم مش صحاب، يعني اللي هو تحطي ميك اب قليل جدا ما بتغيريش في شكلك، كلاسيكي هي نفس القصه ونفس كنت ده كان يعني جزء من تكوين شخصيتك. طبعا يا عارفه بصي انا يعني الواحد بيبقى يعني مهتم. انا لو تشوفي انا سعدت قد ايه بالخمس سنين اللي رئاسه التلفزيون والمجموعه اللي عملنا مجموعه، يعني عملنا طفره يعني بصراحه طبعاً. في برامج وبرامج طبعاً. كويسه قوي طبعا وكانت شيقه يعني عارفه حاجات شيقه جدا. فمش عارفه يعني انا ما يجيش في بالي ابدا مثلا حاجه ان انا تغيري في الشكل او في اللوك او تعملي لا ما بعرفش. البساطه كانت عنوان حضرتك دايما. امي كانت كده. عشان كده دخلت حياتك اللبنة وتربعتي فيها وفي قلوب كل الساده المشاهدين. امي كانت كده برضه، شعرها هو القصير زيها يعني.
العالميه القديره سوزان حسن، نورتينا ببيت السفيره عزيزه ودايما متربعه في قلوبنا، ويعني بشكرك شكرا جزيلا ان انت كنت معانا النهارده ودايما بنستمتع. وانا سعيده جدا ان انا شفتك وشفنا كل الماضي اللي حطيتوه على الشاشه دلوقتي. ماضي جميل وحاضر في قلوبنا وفي ذاكرتنا. الله يا حبيبتي، شكرا جزيلا، نورتينا النهارده. العالميه القديره سوزان حسن كانت ضيفتنا النهارده وسفيره عزيزه في بيتنا.